السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم حبايبي في قناة نونا هاند ميد. معانا النهاردة إن شاء الله حاجة جميلة إن شاء الله تعجبكم، فيونكة جميلة وبسيطة تنفع تكون توكة. هنبتدي نتعلمها مع بعض بخامات بسيطة بشرايط الستان، وهنزينها بالخرز أو بأي حاجة متاحة عندنا حسب رغبتنا. إن شاء الله تكون سهلة وبسيطة وتعجبكم. يلا بينا نبتدي مع بعض. هنحتاج من شرايط الستان 6 قطع طولهم حوالي 11 أو 12 سنتي. هنبتدي شغلنا، بناخد قطعة الستان وبنقسمها نصين على النص بالظبط، وبعدين بنفتحها تاني بإبرة الخياطة. بعد ما حددنا النص بالظبط بننزل حوالي سنتي تحت النص، يعني النص اهو بننزل حوالي سنتي، وبنبتدي نخيط بإبرة الخياط غرزة سراجة واسعة. بقى الجزء ده أطول من الجزء ده، هنتني الطرفين على بعض ونثبتهم كده مع بعض بالولاعة. نيجي على الناحية التانية نسويها بشويش كده بالراحة. نيجي برضو في منطقة النص نعمل واحدة تانية مع بعض، برضو هنتني من النص. نرجع نفردها تاني، وبإبرة الخياطة من تحت النص بننزل حوالي سنتي. ممكن نقيسه بالمسطرة، يعني هيكون حوالي سنتي، ونخيط سراجة خفيفة خالص. نثبت بس الخيط كويس عشان ما تفكش مننا بعدين. زي ما شفنا الجزء ده اقصر من الجزء ده، هاتني ده على ده. بجيب القصير فوق التاني، وبجيب الطرف مع الطرف، وبالولاعة بثبتهم بس على خفيف مؤقت.
وبنيجي على الطرف التاني ونجيبه هنا مع ده. والنص بعد كده في الآخر ثبت. نرجع لدي تاني. بس 2 3 ناخد بس ده بوس، وناخد الاتنين دول جنب بعض، طرف فوق التاني، ونثبتهم كده مع بعض بتبوس. التالتة فوقيهم بقى 2 جنب بعض، والتالتة فوقيهم، معلش تبوس تاني. وناخد إبرة الخياطة وهنجمع التلاتة مع بعض. منسيبش طرف من غير ما نجيبه مع التاني. الدبوس واحد 2 والتالتة جاية في النص، ودول التلاتة التانيين بنفس الشكل بالظبط. دلوقتي هنوصل التلاتة دول مع التلاتة دول. بنفس الطريقة بالإبرة والخيط. هي سهلة بس محتاجة ان احنا بس يعني نركز بس شوية واحنا بنشتغل، بس هي سهلة جدا ونتيجتها حلوة وظريفة، يعني هتبقى حلوة في طوق. يعني احنا هنركبها النهاردة على الطوق، معانا الطوق هنا هنركبها عليه، هيبقى شكلها حلو ان شاء الله. مش بعمل اي حاجة دلوقتي غير ان انا بوصل الجزئين ببعض عشان يدوني شكل الفلاج.
اللف دي في النص عشان نحدد الفيونكة بتاعتنا. هثبتها على الطوق نثبت بقى خرز في النص كده عشان يدي شكل في الوقت نفسه. عند يعني دي الشريط اللي في النص خلصت الفيون كمان. يا رب تعجبكم. لو عجبكم الفيديو ياريت لايك وشير وسبسكرايب علشان نكبر والقناة بتاعتنا تكبر. طبعا بدعمكم دينا. بشكركم جدا، بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.